ولمتابعه الاوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم الينا مراسل اكسترا نيوز الزميل احمد عبد الرازق. احمد، بعد تحيه، ابرز ما لديك من مستجدات حتى الان؟ شكرا حور. من أمام معبر رفح البري الحدودي نرصد أحدث التطورات وحركة سير العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث دخول المساعدات الإنسانية من هذا المعبر. اليوم هو يوم الاثنين، اليوم 12 من أغسطس، وهو ثاني أيام العمل في دولاب العمل الأسبوعي الإسرائيلي، ولكن أغلقت أبواب المعبر لأمام الشاحنات، شاحنات المساعدات فقط، لم تنفذ إلا 4 شاحنات للوقود، بينما يستمر القصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وإن كانت وتيرة القصف أقل حدة مما كانت عليه أول أمس أثناء وعقب مذبحة مدرسة التابعين. على الصعيد الإنساني داخل قطاع غزة، يفتخر القطاع للمقاومات الأساسية للحياة بعد ضرب البنية التحتية أو تدمير البنية التحتية التي تجعل الوصول إلى الأماكن المختلفة أو التحرك من مكان إلى آخر أكثر صعوبة، كما أنه عدم دخول المساعدات يعرض المدنيين في قطاع غزة إلى الموت، حيث أصبح سلاح التجويع سلاحا نافذا ورئيسيا في يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. التقارير وزارة الصحة الفلسطينية تشير إلى استمرار القصف واستشهاد عدد من الشهداء خلال اليومين الماضيين حتى بعد أو عقب مذبحة مدرسة التابعين، كما تشير أيضا إلى ارتقاء أحد الصحفيين، وبذلك يصل عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية القصف أو منذ بداية هذه الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 170 أو نحو 170 شهيدا من الصحفيين الميدانيين الذين يقومون بتغطية الأحداث. إذن يوم جديد بدون مساعدات مع استمرار القصف وسقوط عدد آخر من الشهداء، ليس هناك أي مبرر لإغلاق المعبر أمام الشاحنات، ولكن على هذا المنوال أو على هذه الوتيرة يسير العمل في معبر كرم أبو سالم، فيفتح المعبر من 3 إلى 4 أيام فقط في الأسبوع، ويدخل في اليوم الواحد ما بين 65 إلى 100 شاحنة بحد أقصى، وما يجعل عدد الشاحنات التي تدخل في أسبوع واحد لا يوازي أو يقل بالفعل عن عدد الشاحنات التي ينبغي أن تدخل في اليوم الواحد وفق التقارير الأممية، تحديدا تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني على هذا المنوال يسير العمل، وحتى هذه الساعة لم تدخل أي مساعدات. أعود إليك مرة أخرى حوري، إذا كانت لديك أي أسئلة تفضلي. شكرا جزيلا لك الزميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل.